طيب بمناسبه النادي الاهلي، وخلونا نكمل مع النادي الاهلي. موسيماني هياخد اجازه بعد الفوز على فيتا كلوب عشان يريح شويه ويستغل فتره التوقف، توقف المنتخب، واللاعبين كمان خدوا اجازه 5 ايام. الموضوع بالنسبه لهم شويه راحه، شويه هدوء. اكيد الاهلي كان محتاج راحه سلبيه الفتره اللي فاتت، كل الفرق كانت محتاجه راحه طويله عشان هذا المجهود الكبير. هي الفكره ان معظم لعيبه النادي الاهلي هتبقى موجوده في المنتخب، معظم لعيبه الزمالك هتبقى موجوده في المنتخب، نفس الامر بالنسبه للبيراميدز. فالموضوع هيبقى اكيد ما فيهوش راحه كبيره الا لبعض اللاعبين، بس راحه مفهومه وراحه جيده للنادي الاهلي. ده بالنسبه للنادي الاهلي واخبار النادي الاهلي.